مرتين خلاص. فالح انت ماسك الجرس بيدك وفي اعتراضات من الاعداد والشباب في الكنترول. ما نبهتني لاني انا حاطه على البوديوم. طيب ما نبهتني عادي انا اجهل في الفقره ثابت هنا يعني خلاص. ثواني يا عيال اعطوني بس مجال دقيقه فريقك يقوله. طيب يعني انت فوق اقعد الله يحفظك خليك على فراش الكرامه. اسلم يا ثواني يا عيال دقيقه دقيقه الله يستر عليك الله يحفظك دقيقه فالح انت شك شاده ما ادري عنه شاده وانت جديتها بالله اعطوني مجال انا ابي فالح دقيقة يا شباب شباب هدب عويد كحلان اسلم يا اسمح لي دقيقة فالح انت مرة منفعل والله مرة منفعل معي ولا مع اخوياك ترى الدعوة حبي ومسابقة لا لا عادي عادي يعني ترى اذا خسرت ما انت بنهاية العالم تفضل عادي فالح زين وهذه ما هي بأول مرة صحيح الفقرة اللي قبل كررت اللي بعدها كرر يعني مو بكل مرة اجي اعلمك تفضل صدق يا فلاح صحيح اتمنى انك ترجع واحد من اخوياك يجيب الدعوة يا عيال اللي شاركوا قبل اتمنى انهم يشاركون ثاني مره طيب بنغير اللغز حلو اتمنى نوحد الصوت يا شباب ولا عليكم امر يا عيال صلوا على النبي اللغز يقول طائر اذا قمت بقلبه ترى عجب ترى من اللي دق الجرس تستبعد من السؤال يا سيف اعتذر منك ما يضغط عند سلطان ما يضغط عند سلطان و طيب ونعم طيب ما خلص باقي يا رجال ما خلص يا عيال اللي ودك يا عيال واحد الصوت يا شباب